معانا مداخلة كمان يعني مهتمين بيها ومبسوطين بيها، الدكتور كمال يونس. منورنا يا دكتور. ماشي حسام، اهلا بيك يا فندم، نورتنا. الله يخليك، الله يخليك. وطبعا حضرتك مؤلف كتاب البديع لؤلؤة الأوبرا. انا بشكره على الكتاب ده. انا بقول له اللقب ده من ساعة ما جه بقى خلاص اعتمد. انا بقول له بشكره على الكتاب ده وبشكره على الاسم، طبعا اختياره للاسم، وبشكره حقيقي لان هو بذل مجهود جامد جدا في الكتاب ده، وهو متتبع يعني حركتي الفنية منذ سنوات، لان احنا يعني علاقات اللي بيني وبينه اخوة، مش مجرد مش معرفة، دي صداقة واخوة يعني. والدكتور كمال كمان من نقاد المسرحيين طبعا بنفخر وبنعتز بيهم. دكتور تقول لنا ايه عن لؤلؤة الاوبرا السمراء واحنا بنحتفي بيه وبتكريمه في مهرجان المسرح القومي، وقبل كده بنحتفي بمسيرة طويلة من المحطات الفنية المختلفة والمتنوعة، ويعني وفي كل مرحلة وراها قصة مختلفة، فتحب تقول لنا ايه يا دكتور؟ والله اقول لك حاجة، وعلى المستوى الإنساني، على المستوى الإنساني الدكتور عبدالله بنقول عليه أيوب الفن، لأن حياته حين تدرس وما لقاه من متاعب ومصاعب وجحود ونكران كانت فوق التخيل، لكن بديلها بحاجة غريبة خالص، بديلها بالصبر، الصبر الجميل وصبر جميل. دي جزئية. الجزئية الثانية، الدكتور عبد الله خدها منين؟ السلم من الأول، وبيلفت نظرنا هنا إلى إن المدارس زمان لما كان فيها مسرح، وأنا ابن المسرح المدرسي برضه، مسرح وموسيقى، وكلنا طبقات متوسطة يعني، وبعد كده إيه يدخل الكونسرفاتوار ياخد من الأول، يعني ده راجل معجون، يعني زي ما يكون اتولد ولفوه في نوتة موسيقية مثلا أو في ستارة مسرح. فهو ابتدى خد الطريق من الاول. بعد كده لما بيدخل المعهد الفنون المسرحيه ويؤمن بقدرته وبكفاءاته، الدكتور فوزي فهمي والدكتور والمرحوم الشرقاوي المخرج الكبير في الحاله دي ادوله الفرصه، ولما يطلع ونيجي نفاجئ ان احنا بقى عندنا المخرج الاول للاوبرا في الشرق الاوسط. فحضرتك يا استاذ حسام، واحنا دلوقتي في حضره واحد من صناع تاريخ الفن المصري، وانا بطالب من هنا ان يتعمل له تمثال في دار الاوبرا المصريه اللي خادم فيها لحد دلوقتي، ربنا يديه طول العمر 50 سنه. دي واحد. نمره اثنين، ان احنا بنقول ايه؟ بنقول ان زي ما يوسف وهبي وزكريا طليمات وزي يوسف عيد وزي جورج ابيض، الاسماء اللي هي العملاقه دي، و الزرقاني، وبعد كده الاستاذ احمد عبد الحليم وسعد الاردش والناس العظيمه دي والنبيل الالفي، احنا عندنا عبد الله سعد، الدكتور عبد الله سعد بينضم الى هذه القائمه من صناع وكتاب وحروف، يعني الحروف في كتاب المسرح المصري. عبد الله سعد حين يتعامل مع الاوبرا، فانت هتلاقي ايه؟ بيتعامل على نوع فن اسمه فن التزامن. راجل بيملك كل ادواته، هو اللي بيتحول بعد كده لايه؟ لمايسترو للعمل. في مايسترو موجود، اوكي ما قلناش حاجه، ده الموسيقي، لكن مين اللي بيعمل التزامن بتاع الموسيقى مع الاداء التمثيلي مع الاضاءه مع 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 هو مين؟ دكتور عبد الله سعد. وقف هنا في حاجه، كيف يتعامل مع المصدر؟ تعالى دي كده حاجات غريبه خالص، يعني مثلا الكواليس زي ما احنا عارفين البناطيل اللي بتنزل الكواليس لونها اسود، مفيش حاجه الكلام ده عنده، ده كلام فاضي، بتلاقيه موظفها جوه العرض. حلو. يجي في بتر فلاي عايز يعمل لك زي الحديقه اليابانيه كده، ومجاري مائيه وبحيرات صغيره بطريقه معينه، تحس كان في ميه على مصر، لدرجه ممكن تقسم ان في ميه فعلا. خدت بالك؟ تعالى وهو بيتعامل مع المسرح تيجي تلاقي ايه؟ ان في بيتعامل مع كل المستويات، يعني ما انا عندي مقدمه المقدمه والوسط والعمق والجناب، كل حاجه عنده يتعامل معاها، بيقسم المستويات دي وبيلعب عليها بنوع من التوازن كبير. لما بتدخل لما بتيجي تتفرج على الدكتور عبد الله سعد
لو انت تفتكر زمان كان يقول لك صندوق الدنيا نحط عينينا كده في صندوق نتفرج عليه حاجات، فده اللي بيعمله مين؟ بيعمله الدكتور عبد الله سعد. واهم حاجه استطاع عبد الله سعد ان يرقي من اداء ممثلي الاوبرا من مجرد ناس بتطلع تروح قايله الدور وخلاص انتهينا ومفيش احساس بالكلمه، عمل تدريبات مكثفه للناس دي بيقعد يقرا معاها يقول لها معاني دي معناها ايه، لحد ما بيخليهم يتكلموا ويفكروا بنفس اللغه التي يمثلون بها. وهنا كان التميز بتاعهم. ولذلك ما تستعجبش لما تشوف ان في ناس مصريين واجانب كانوا بيبكوا من اداء بعض الممثلين. عبد الله سعد يملك ادواته، عبد الله سعد يعني ربنا عز وجل كافئه على صبره، هذا الفنان الشامل. عايزين نقول حاجه، يجب ان احنا فعلا ندرس حياه هذا الرجل الذي هو الحمد لله ربنا يديله طول عمره، عامل لنا 8 أو 9 مخرجين خارجين من تحت ايديه. هايل جدا. وده كان مشروعه وده كان حلمه وما زال الحلم بقيه. واحنا طبعا لسه الدكتور شغال على مجموعه من الاعمال القادمه، وهناك ايضا على مسرح البالون، صح يا دكتور؟ اه بالظبط كده، اوبريت اوبريت ايضا. انا بشكر حضرتك طبعا الدكتور كمال وكلماتك الرقيقه الجميله ورصدك اللطيف لمسيره مهمه لواحد من اهم فنانيننا ومبدعينا. بشكرك نورتنا.